في نشرة أيضا، مرض المياه البيضاء الذي يصيب العيون يتسبب بنقص تدريجي للبصر قد يصل إلى خطر الإصابة بالعمى في حال عدم إجراء العملية الجراحية في وقتها المناسب. ضمن حملة طبية بجهة فاس مكناس استفاد من هذه العملية نحو 100 شخص. روبورتاج أسامة أفقير على الدين حميني. 130 شخص من سكان عملتي وأقاليم جهة فاس مكناس استفادوا من عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من العينين. هذه المبادرة الإنسانية تدخل في خانة دعم الفئات المحتاجة. العين ديالي كان ديال الجلالة، هذه عامة نشوف بها ودابا درت العملية مزيان الحمد لله وشكر الله. وقفوا معانا وتهلاو فينا الطباق، والله يجعل فيهم البركة والله يعطيهم دعوة الخير. عملية نور الرحمن التي تشرف عليها جمعية فاس سايس أقفلت هذه السنة نسختها العشرين، حصيلة السنوات الماضية 1800 مستفيد ومستفيدة. العمليات ديال الجلالة تمت بتقنية الفاكو أو ما يعرف بالدارجة بالليزر، هي تعتمد على الأمواج فوق الصوتية، والنتيجة كتكون يعني العملية سريعة أولا، وثانيا الاسترجاع البصر يكون سريع أيضا. وزارة الصحة قامت قامت بعملية فرز المرضى، وهما اللي جابوا لنا المرضى ديال الغامات اللي تنتسبوا لهذه الأسر الفقيرة، وجمعية فاسايس كانت كمجتمع مدني ساهم في هذه العملية كذلك. هذا وتروم هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على مواعيد العمليات الجراحية المبرمجة داخل المستشفيات العمومية هنا على مستوى جهات فاس مكناس.